أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي الكرام، ألتقي بكم من جديد في محاولة للمزيد من الحديث عن كل ما يتعلق بالآيفون، سواء تعلق الأمر باستعماله من طرف الإخوة المكفوفين وضعاف البصر أو من طرف المبصرين. اليوم ارتأيت أن أتحدث عن إعدادات مختلفة، أروم من خلال هذا الحديث أن أصل بمستعملي الآيفون إلى أفضل باراميتراج وأفضل إعداد للآيفون، لا من حيث المحافظة على البطارية ولا من حيث تجنب الإزعاج ولا من حيث يعني سهولة الوصول إلى التطبيقات أو غيرها، ولا حتى من حيث الخصوصية وإدراك مدى علاقة التطبيقات المختلفة بهذا الجانب اللي هو الخصوصية. إذن نبدأ على بركة الله بالباتري. وهنا قبل ما نبدا بالحديث على الباتري، في معرض الحديث لا باس من انني نقترح عليكم واحد التطبيق مجاني عجبني انا بالنسبه لي للتعامل مع بطاريه الايفون، اللي هو سميته باتري بي ا دو تي ار اي غريغ بي ا دو تي ار اي غريغ. هذا ها هو الآن أمامكم في الصورة بالنسبة للإخوة المبصرين. هذا التطبيق كيتيح لنا مجموعة من الأمور. إذن ها هو بعد هذه المسألة، هذه الرسالة حصل الحظ أنها جات. هذه دائما كتجيكم فيما يتعلق بليزابليكاسيون هذه والأخرى، واش أوتوريزي باتري باش وباش اكسيدي لي نوف لي دوني دو لوكاليزاسيون. والجديد هو الجمله المواليه، لوسكو فو نوتيليزي با لابليكاسيون لاب، واش تسمح له يوتيليزي لي دوني دو لوكاليزاسيون واخا ما تكونش تستعملو؟ طبعا غادي نقول له لا، غوفيزي. علاش؟ ربما شي واحد يتسائل علاش باغي يستعمل هذا الباتري، هذا لابليكاسيون ولا غيرها، التطبيقات اللي كطرح عليه هذا السؤال، علاش باغي تستعمل لي دوني دو لوكاليزاسيون واخا ما نكونش انا نستعملها؟ ربما باش تحدث نفسها في علاقتها بالمكان ديال اللي موجود فيه، انت تقوم بما يسمى بلاكتياليزاسيون اون اريير بلون. انا نقول لها لا، لان هذه العمليه كتستهلك الباتري. اذا بلا ما نطول عليكم، هاد لابليكاسيون فيها اربعه ديال لي زونغلي هما الان تحت، مع الاسف بالنسبه للفويس اوفر كيقول غير بوتون ما يهمش، غادي نكتشفوهم واخا هكذاك، غادي نكتشفوا هاد لي بوطون شنو يديروا. البوطون الاولى على اليسار هذه كتعطينا مجموعه من المعلومات على الايفون، ماشي المعلومات المفصله، المعلومات المفصله كاينه في اونجلي اخر، ولكن كتقول لك شنو خصو يدار بالنسبه للايفون. مثلا بالنسبه لي انا العلامه اللي هنا، العلامه المشار لها بالابيض، يعني كل شيء على ما يرام، وإلا لقيت علامة بالأصفر أعتقد أنه اللون الأصفر، هذه العلامة كتقول لك شي حاجة خصها دار، بحال هنا كيقول لك خصك دير ما يسمى بالأوبتيميزاسيون دو ميموار، نديروا هذه العملية. ها هي كانت الدار، إذا هو كيحاول ما أمكن يخفف الذاكرة ديال الآيفون، وان كان هذا ماشي اختصاصه، كاين تطبيقات خاصه بهذا مختصه بهذا المجال، ولكن فيه هو القالي في شيء ما يسمى بلي في شيء جانك، كتكليكي جانك بوتون وكلين كاش يعني نيتوي وتبع المراحل. ها هو كيقوم بالسكانينغ، وطبعا هذا بالنسبه لهذا الميساج، بالنسبه لهذا التطبيق ولا غيره كيقول لك فوتر اسباس دو ستوكاج اي بريسك ساتوري. هذا كاع لي زابليكاسيون دو نيتواياج يعطوك هذا الميساج، ما عليك الا دير اوكي وتخليه يوصل العمل ديالو. اها طبعا خصو المراد هو لقاو غير هاد، لقاو غير دون، ما لقاوش فوقها
البوطون الاخرى ها هو أنا. يعني لقينا جوج ديال لي بوطون، يعني خصنا نعاودوا العمليه من جديد باش يوصل بينا الماكسيموم ديال لوبتيميزاسيون وديال النيتواياج. وان كان ان شاء الله ربما نهضروا على تطبيق اخر اللي هو كريبتوس لاحقا، هو اللي مختص في هذا الخصوص. اذن ها هو كيقوم بالمطلوب، نعاودوا لودون من جديد. اسمحوا لي هذا جاغي في معرض الحديث، ولكن باش ما ننساش كل مره نقول نهضر لكم عليه على الباتري. غادي نمشيو لونغلي الخاص بالباتري. كانت وعدت ابل باش او على الاقل في القراءات ديالي انهم يدمجوا كل ما يتعلق بالمعلومات على الباتري، وحتى يديروا واحد لاليرت اثناء. ها هو الان دابا صافي راه كل شيء على ما يرام، يعني ما عطانيش بوطون هنايا لتحت هاد دون، وفوقها ما كاين والو، يعني كل شيء راه على ما يرام. اذا كانت وعدت ابل باش ولكن مع الاسف دابا دارت، غادي نشوفوا في واحد المكان خصت واحد المعلومات في الحق جد فعاله على الباتري على البطاريه، ولكن ما دارتش هاد لاليرت. لاليرت مهمه، غادي نشوفوا الان في لونغلي باتري شنو كاين. هنا هاد لونغلي شارج شارجينغ، هذا الان بالنسبه لي انا ما راش اون شارج، كيقول لي هنا الا بغيت تشارجي راه غادي تستغرق جوج ساعات و20 دقيقه، وكيقول لي الان راه عندك 33%. هنا الفويس اوفر كيهضر 33% من الشارج اللي باقيه لك. اذا هذا بمجرد من نبرونشي الايفون يتشارجا، غادي تجي واحد الرساله اخرى ما عليا الا نكليكي في اليسار سكرين او شي حاجه من هذا القبيل، ولا حتى الا بغيت ما نكليكيش ديك لا بار دو بروغريسيون راه كتبان حتى في ديك لا دوزيام فونيتر ديال ان لا شارج راها اونكور. غير نكليكي علاش؟ باش تبان لي شحال باقي، تبان لي لي ديتاي اكثر، ماشي غير النسبه، كتبان لي حتى شحال باقي لي وشحال داز شحال ديال الوقت. وهذه مساله مهمه، مثلا انا برونشيت لا باتري تشارجا الايفون تشارجا له لا باتري وغادي نخرج، فإلا قال لي راه باقي لك جوج ساعات نعرف بلي ما يمكنش، خصني نهز الايفون ونمشي واخا ما كملش لا شارج، او احسن اختيار الاوقات المناسبه لملء البطاريه. هادو هما البلايص ديال النيتواياج، هادي وهادي. دابا راه بيان نيتواي. هادي هاد الخانه تحميل التطبيقات الجديده، هنا كتخبرك هنا في هاد لابليكاسيون كتخبرك بكل اهم في نظر هاد التطبيقات الجديده، وانت تقوم بالتحميل. هذه فقط مكملات، اما الوظيفه الاساسيه هي هذه، هي ديال الباتري ديال الباتري. طبعا هنا ميساج سنتر هنا ايوا، يعني كتقول لي ما عندك حتى شي نوتيفيكاسيون، يعني الا كان الباتري كمل غادي يكمل خصو يتشارجا، او خصك دير نيتواياج، او الويفي راه شاعل، او اللوكاليزاسيون خدامه، تخبرك اوبتيميز دو زيتان، هذه غادي تخبرني هنايا ماشي عفوا باش يكون الكلام ديالي مضبوط. هنا المقصود باللي ما عندك حتى نوتيفيكاسيون ديال الباتري، اما ما يتعلق بالاوبتيميزاسيون من حيث الباتري فهاد العناصر اي عنصر لقيت فيه شي ملاحظه راه غادي يقول لك، مثلا يعني كل شيء هو هذاك اوبتيميز راه فيها دو زيتام، يعني جوج ديال العناصر خصك تكتشفهم شنو هما. كيقولوا لي في الاوبتيميزاسيون ايوا الويفي راه خدام، كيخبرني واش راه الا راك على علم، صافي راك على علم، ما راكش على علم ديزاكتيفيه. ايوا ديزابل جي بي اس، يعني اللوكاليزاسيون حتى هي راك ماكتيفيها، وهادو كياثروا على الباتري، داك الشيء علاش التطبيق راه خابرني بهم. اذا نكتفي بهذا القدر، وان كان كاين هنا واحد المساله مهمه هنا عاود دابا عفوا في اليسار في الاعلى كاين هذا ميساج سنتر، وهنا هنا طاب ايكون مور، هذا كيعطينا مجموعه من الايقونات الرئيسيه، كل ايقونه مختصه بواحد الجانب. اختصارا وباش ما نهضرش كاع على هذه الابليكاسيون ناخذ منها غير الاهم، هذه اب موديل دو فيز انفو، هذه مهمه تعطيك التفاصيل الدقيقه على الجهاز ديالك
وما يمكنش تلقى هاد التفاصيل في الجهاز او كتعطيك. يعني الاستعمال ديالك الميموار، الميموار شحال راك مستعمل، ولا هي بعدها هي الميموار شحال، شحال الحجم ديالها. هذه بحال الا بغيت تقولوا بحال بروبريتي ديال السيستم في الويندوز. اذا ها انتم غادي تشوفوا، ناخذوا حنا هو تعطيك حتى هاد لابار دو بروغريسيون باش تعرف شحال راك مستعمل ديال الميموار. يعني راك مستعمل اكثر من 42 وراها ليبر اكثر من 50 اللي راها ليبر. يعني كون نزيد نحل دوطر ابليكاسيون طبعا هاد لابار دو بروغريسيون غادي تزيد، لان شحال ما حليت لي زابليكاسيون بزاف غادي نستعمل لا ميموار بزاف ديال الايفون. ايفون 5S انت السيستم ويت 02 2G و3G نيتورك، يعني يخدم 2G و3G هادو اللي راك مخدمهم انت، وان كان هو يخدم حتى ال4G منين تكون ديسبونيبل. سميت لوبيراتور الاي بي ادريس هنا الاي بي ادريس لحسن الحظ انها ما كتظهروش، ومنطقيا خصها ما تظهروش. هادو لي زاردوير سبيسيفيكاسيون، يعني المميزات التقنيه الاليه، ما عرفتش كيفاش نترجمها، ولكن المميزات ماشي ديال السيستم ولكن ديال الجهاز. يعني كيخدم ب 64 بيت دي الكور الى اخره. طبعا نخلي لكم المزيد من اكتشاف هذا التطبيق، حاولت نحيط بالاهم. نوليو الان نبقاو في نفس الاخر اللي هو الباتري، وغادي نمشيو الان المزيد على الباتري، والجديد والرائع هو التفاصيل الدقيقه على الباتري كاينه في ايتيليزاسيون. ها هي نكليكيو ايتيليزاسيون. ايوا هنا كاين ايتيليزاسيون دو لا باتري و بورسونتاج دو لا باتري. هذا ما يخص ستوكاج، شحال راك مايتيليزي وشحال باقي لك و كومون جيري لو ستوكاج، هذه غادي نرجعوا لها من بعد. دابا حنا اللي يهمنا هو الباتري. بورسونتاج دو لا باتري هادي نبدا بها، غير الى اكتيفيتها شنو غادي يوقع. ها هو في اعلى الشاشه غادي تعطيك لا شارج اون شيفر بالنسبه للمبصرين. اما حنايا بالنسبه حنا لينا، واخا ديزاكتيفي هادي فويس اوفر راه كيقول لك النسبه ديال لا شارج ديال الباتري، ولكن بالنسبه للاخوه المبصرين الا بغى يشوف بالضبط الرقم شحال باقي له ماشي غير لي بار دو 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 بروغريسيون اي اكتيفي هادي. ها هي المهمه، هي هادي utilisation de la batterie. طبعا durée de l'utilisation depuis la dernière recharge complète. يعني استعملته انا 3 سوايع و 21 دقيقة. On veille un jour ou 2 heures. ها هو المهم. هاد l'utilisation de la batterie مقسمة، التطبيقات اللي استعملت لا باتري مقسمة عبر جوج ديال لي زونغلي. يمكن شرت لهاد الشيء في الحصة الماضية، ولكن الان غادي نفصل فيه ديرنيير 24 اور و سيت ديرنيير جور. مثلا نخليو حنا ديرنيير 24 اور، شكون اللي استهلك لي بزاف. هادي اكرون ليكرون او اكرون فيروي، المقصود بها كل ما يتعلق بالسيستم. يعني السيستم طبعا الا كنت مخلي انا لا لوكاليزاسيون، مخلي الواي فاي، مخلي 3G، كل هادشي امور متعلقه بالسيستم ماشي بليزابليكاسيون. الا انا خليتهم خدامين وخدمت بهم، خدمت بالواي فاي ولا خدمت بالريزو ولا غادي يظهر هنا شحال استعملوا ديال الباتري. استعمل 30%،
وهذه مسألة ماشي سهلة. فيسبوك استعمل 14%، والريغلاج استعمل 9% ريغلاج. يعني انا كنت كان باركوري في الريغلاج، وطبعا هذاك الشيء بالباتري داليموسيون 9% الى غير ذلك. ايوه إلا بغى شي واحد يشوف كاع 7 ديرني جور غادي يشوف. ها طبعا ها هو نفس دائما هذا هو الاول، والفيسبوك طبعا بحكم كثره الدخول ديالي ليه وريغلاج ولياهو ميل. اذا هادو هنا نخدموا شويه ديال الذكاء ديالنا. فمن تلقى نفس التطبيق عندك في الديرني 7 جور لي سيت ديرنيير ديرنيير جور، وعندك في الديرنيير جور عرف باللي داك التطبيق شوف ربما خصك اما صافي يعني انت راك راضي بهذه النتيجه وانت باغي تستعمله. مهم ابل هي كتحدد لك شكون اللي خدا البطاريه بزاف وانت لك القرار. نبقاو نخليو هاد الخانه ونخليو حتى هاد القضيه ديال جاري لو ستوكاج نخليوها من بعد، لان بديت بمحور اللي هو البطاريه خصني ناخذ كل ما يتعلق به. ربما اليوم نقتصر عليه ومره اخرى نهضر على امور اخرى. كاين مكان اخر وجد مهم فين خصني نشوف الباتري ديالي، المسائل اللي تاثر عليه. كاين في كونفيدونسياليتي وكاين بالضبط سيرفيس دو لوكاليزاسيون. هنا ركزوا معايا اخوتي الكرام، هذا السيرفيس دو لوكاليزاسيون هو سيرفيس مهم مزيان نحتاجوه مثلا في تحديد موقع القبله، في تحديد المكان ديال التواجد ديالي انا في 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 الطقس، في عده امور، ولكن استعماله بشكل عشوائي غير مقبول. والضحيه رقم واحد ليه بالاضافه للخصوصيه، لانتهاك الخصوصيه الى كان الانسان ما عارفش، الضحيه رقم واحد ليه هو البطاريه. لهذا خصني كل شاده وفاده في هذا اللوكاليزاسيون نكون ضابطها، وهذا هو علاش انا معكم الان في هذا اللوكاليزاسيون. طبعا هذه ضافوها بارطاجي ما بوزيسيون، انا بالنسبه لي راني مديزاكتيفي هذه الخاصيه ما بغيتهاش، واللي ولا اكتيفيتها راه غادي تبان هنا. الا بغيت تبارطاجي لا بوزيسيون في عده تطبيقات منها مثلا اي ميساج، منها في اي ميساج تبارطاجي لا لوكاليزاسيون ديالك مع شي حد. هذه واحد التطبيق طلب مكان التواجد ديالي. نعطيكم واحد اللمحه، انا تعمدت باش ندير هذا الوضع هذا. دابا هذا التطبيق ديال الشركه ديال لي زوتوروت، وانا ما مسافرش، دابا في هذه الساعه راني مقيم. علاش غادي نخلي هذا التطبيق يدوموندي مكان التواجد ديالي؟ خصني ما نخليهش. باش ما نخليهش اش خصني ندير؟ خصني ندير له جامي هنايا، ندير له بلي انا ما نسمحلكش، انا ما بغيتكش انت كاع تطلب لا لوكاليزاسيون ديالي. في الوقت اللي نبغي نسافر راني مسافر ندير له توجور هنا، نكوشي توجور. الان ندير جامي. هذه عاد غير الا بغينا نقولوا النصيحه رقم واحد، وان كان غادي في التالي نختم بواحد المساله نخليوها حتى الاخير. اب ستور حتى هو هذا غالبا ما تقدرش تستغنى عليه، لان دائما تدخل تحمل، وهو غالبا من الاحسن تبارامتري اللوكاليزاسيون فيه بشكل هكذا. لورسك لابلي ايتون مارش. علاش؟ لان هذا الاب ستور يحدد المكان ديالك ويقترح عليك لي زابليكاسيون اللي يناسبوك وانت في المكان ديالك، فهذه خاصيه تستفد منها. الملاحظه اللي لاحظت انا بعض لي زابليكاسيون يعطيني فيها الاختيار هذا لورسكو لابلي ايتون مارش، ولكن هذه هي الرائعه، ولكن بحال هنا ما قاليش، غير عطاني توجور وجامي، ما عطانيش الاختيار الثالث. اذا التطبيقات يعطي هاد الجوج جامي ولا توجور،
تطبيقات اخرى بحال اب ستور كيعطي جامي ويعطي لوغسك لابلي اي طون مارش. هو الرائع هو بعد التطبيقات كيعطيهم بثلاثه وانت تختار. نشوفوا لا حتى هذه لوغسك لابلي اي طون مارش. نعم هانتوما جامي توجور. على اي انتوما من تفحصوا لي زابليكاسيون ديالكم كيعطي بعض المرات جوج ديال الاختيارات بعض المرات ثلاثه على حساب لابليكاسيون. انتوما تحدوا شكون تعطيوه الاذن باللوكاليزاسيون شكون لا وفوقاش واش جامي ولا توجور ولا من يكون ذاك الاختيار الثالث لوغسكو لابلي اي طون مارش. وهذاك هو الرائع. انا دابا عطيتكم كاع الاختيارات وانتوما لكم الخيار. بحال هاد باتري ما نحتاجش انا نعطيه مكان التواجد ديالي. نعم و فويس اوفر بالنسبه للاخوه المكفوفين راه مين يوقف على هاد لابليكاسيون كيقول لك واش ها شنو الحاله اللي راك عاطيها انت باش انت تقدر تدخل ها شنو الاختيار وانت الا بغيت تعدل تقوم بالتعديل تدخل وتقوم بالتعديل. واخا هادو كلهم هاد الاختيارات اللي قلنا لكل ابليكاسيون على حده الا جيت هنا ودرت ديزاكتيفي كيقول لك هنا راك ديزاكتيفيت لا لوكاليزاسيون على التطبيقات كامله غير الباراميتراج ديال لوكاليزي الايفون هو اللي غادي يبقى هذاك واخا ديزاكتيفي هاد اللوكاليزاسيون واخا هما يقولوا يعني معلومات اخرى يقول لك لوغسك انت نعاودو نتاكدو من الميساج هنا هاو نعم هنا الى قررت انت في واحد الجهه اخرى باش تاكتيفي لا لوكاليزاسيون دو لايفون هادي الا قررت ماشي اللوكاليزاسيون اللي كاينه في كونفيدونسياليتي لا لا لوكاليزاسيون دو لايفون الا قررت باش تاكتيفيها غادي تنفعك منين يمشي لك منين يتلف لك الايفون. وهذيك بالنسبه لي انا ما ماكتيفيهاش الا مشى الخليفه على الله لان ثبت ان هاد تحديد المكان ما كينفع في والو. هو تحدد المكان باللي في الدوله الفلانيه واش غادي يرجع لي غادي ندخل انا في اجراءات ديال الاخبار به ديال ديك الدوله ويجيبوه لي ما ماشي فعاله لهذا انا ما ديزاكتيفي. اذا ننصح علاش ديزاكتيفيت لا لوكاليزاسيون علاش اكتيفيتها الا كنت تشوف نفسك انك محتاج لاكتيفاسيون ديال اللوكاليزاسيون واخا على جوج تطبيقات ولا ثلاثه اكتيفيها. تشوف نفسك انك ما محتاج ديزاكتيفيها تشوف لا بلي بار دي طون ما محتاج ديزاكتيفيها ومنين تبغي تاكتيفيها. كاين واحد الازعاج بالرسائل من ديزاكتيفيها غادي التطبيقات اللي تحتاج اللوكاليزاسيون اللي انت راك داير اكتيفي فيها لا لوكاليزاسيون سيرتو ديك توجور ولا لوغسكو لابلي اي طون مارش غتبقى تقول لك اودي خصك تمشي تاكتيفي اللوكاليزاسيون ديالك راها مديزاكتيفي. ما يهمش معليش دوك الرسائل اللهم نجاهلها ونحافظ على الباتري ديالي ولا ندير انيلي وصافي نولي ناكتيفي اللوكاليزاسيون باش نشيل واحد القضيه مهمه. اغلب لي تيتو اللي شفت انا يبقى يهضر لك على هاد الامور كامله لي زابليكاسيون ولكن ها هو الامور اللي كيتجاهلوها بزاف ديال الناس ويتغافلوا عليها سواء اللي باراميتري ولا اللي يحاولوا يديروا لي تيتو على هاد المسألة. هنا غير واحد المعلومات كنت سبق لي شرط لها في الدروس من كانت عاد صوتيه باش نعرف لي زيليمون او لي زابليكاسيون اللي استعملت لابليكاسيون لا 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 اللوكاليزاسيون ديالي اللي استعملت لي زابليكا لا 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 لوكاليزاسيون ديالي غادي تافيشا حداها واحد ليكون فيوليت هذيك الا كانت ريسونت والا كانت بوندون لي ديرنيير لي ديرنيير 24 اور غادي تكون اكومباني دي نيكون غريز
طبعا ها هو اللي بغيت نشير لكم ليه هنا سيرفيس سيستم. ايوا سيرفيس سيستم هنا مجموعه من الايقونات اللي تحدد لنا شنو ناكتيفي وشنو ما ناكتيفيوش اللوكاليزاسيون، وحتى هي طبعا حسب الحاجه. نبداو اليرت سولون لو ليو، ما بالنسبه لي انا ما تهمنيش، ولكن الوظيفه ديالها على حسب المكان. مثلا هنا غادي نشوفوا هاد اليرت سولون لو ليو عندها علاقه بهادي عندها علاقة بهذه المسألة، وعندها علاقة هذا عاود بسيركيلاسيون، وهذا بوبيلار ابروكسيميتي، بمعنى عندها علاقة بكل التحديدات اللي عندها علاقة بالمكان. بمعنى ان هذا ابل عندها عدة امور، مثلا عندها اليرت سولون لو ليو لا اكتيفيتها، الامكنه مثلا بالنسبه للامكنه اللي كثير تردد عليها انت، غتبقى تخبرك بانك ترددت على المكان الفلاني عده مرات مثلا، او بالنسبه هذه على حساب لو ليو. طبعا هذه مرتبطه حتى بالابليكاسيون بلون، هاد اللوكاليزاسيون، لان بعض المرات مين تكون في الابليكاسيون بلون كطلب منك باش تاكتيفي بعض الخصائص هنا في هاد الامور المتعلقه بالمكان. ها هي اللي قلت لكم عليها قبيله، لوكاليزاسيون دو لايفون، لوكاليزي مون ايفون، هذه راه ديزاكتيفيا اللي سبق الحديث عليها باش ما يوقعش لناش واحد الخلط. هاد الامور اللي فيها ليو، الا شفت نفسك انك تحتاج تحديد المكان اللي انت فيه لنفسك، انت اصلا ولا لبعض لي زابليكاسيون، ما عليك الا تاكتيفيها، ولكن كل ما اكتيفيتها راه غادي تستهلك لك واحد القدر ديالها من البطاريه. انا بالنسبه ليا اللي كنستعمل هو ايطالون دو لابوسول، بمعنى كنحتاج انا لابوسول لان هاد التطبيقات نتاع تحديد القبله مثلا ولا غيرها. شنو كتستعمل؟ كتستعمل لابوسول ديال الايفون باش تحدد الشرق والجنوب، لهذا خصني نفعل هذا. الا ما فعلتهاش هذيك التطبيقات ما غاديش تخدم كما ينبغي، بحال بالنسبه لينا حنايا لتحديد القبله ما غاديش واخا تشغل لابليكاسيون داك المؤشر ما يمشيش للمكان الصحيح، يبقى ثابت في المكان ديالو. ايطالوناج دو موفمون بالنسبه لهذه تحتاج هاد التطبيقات اللي بحال واحد اي موفي، بحال التطبيقات اللي يبغي الانسان يدير بها واحد ليستوريك للتحركات ديالو، كتحتاج هادي. هاد فيزو اوغيغ اوتوماتيك اللي يسافر بزاف، انسان كثير السفر يدير هنا فيزو اوغيغ اوتوماتيك فين ما كان في العالم تافيشالو الساعه ديال داك البلاد. انا بالنسبه لي راني في مكان واحد وقلما اسافر الى دولة اخرى، علاش غادي طبعا هذه عاود بارطاجي ما بوزيسيون قلت لكم قبيله انا مديزاكتيفيها. الا بغيت انت الا بغيت تشغل هذا البارطاج دو بوزيسيون في عده تطبيقات خصك ضروري اكتيفي هذه الخاصيه سوجيستيون سبوتلايت. هذه كنا هضرنا في الحصه الماضيه على سبوتلايت والجديد اللي فيها. هذه الا فعلتها مثلا، نعطيكم مثال، الا فعلت هذه ومشيت للسبوتلايت وقلبت مثلا على ما عرفتش ما نديروش الاشهار حتى لشي جهه معينه، قلبت على سميه ديال شي مطعم انت باغي تعرف التاريخ ديالو مثلا، ولا باغي تعرف شكون اسسو ولا فوقاش تاسس ولا، غادي يجيوك دوك النتائج كامله، ومن ضمن ما غادي تجيب لك سبوتلايت الا كنت عاود باراميتريتها هي، لان راه البارامتراج ديال لي زابليكاسيون في الايفون مرتبط شي مع شي، ما تباراميتريش غير جهه، غادي تجيب لك حتى اقرب مؤسسه اللي انت بحثت عليها في سبوتلايت باش تعرف انت بغيت تعرف التاريخ ديالها ولا افيشيت.
الى اكتيفيت سوجيستيون سبوتلايت غادي تجيب لك حتى اقرب مؤسسه ليك، اقرب فرع ليك من ديك. ما بغيتش نجيب مثال وبالمثال يتضح المقال كما يقولون. المهم الا كان مطعم ولا اوتيل ولا، غادي يقول لك انت بالنسبه للوضعيه اللي راك فيها ها هو اقرب فرع لهذه المساله اللي راك سمحت فيها. يقول لك الفرع ها فوقاش تاسس كذا، ولكن انت بالنسبه لك عاود ها هو. هذه سيركيلاسيون ديزاكتيفي، هذه تنفع حتى في سيركيلاسيون بالنسبه لي ديال في بعض الدول. الا خدمت هذه تخبرك حتى على فين كاين بيرتيرباسيون ديال السيركيلاسيون، فين كاين لي بوشون، فين كاين الاختناقات المروريه الى اخره. هذه دياغنوستيك ايتيليزاسيون متعلقه بعلاقتك مع ابل، راها ديزاكتيفيا، وهذه هي اللي من ضمن الخطوات ديال انهاء لا ميزاجور. بحال هذا لا ميزاجور ويت اللي تمت، باش كطلب منك واش بغيت تحدد واش بغيت ترسل ابل دياغنوستيك ديتيليزاسيون. انا بالنسبه ليا ما نفعلهاش. بوبيلار ابروكسيميتي، هذه يعني التطبيقات اللي عندها علاقه بالمكان اللي انت فيه، الى اختاريتها غادي تبقى تقترح عليك التطبيقات المناسبه. هنا يكون دو لابار ديتا، الى بغيت يتافيش دائما في لابار ديتا الفوق حدا لا شارج دو باتري، غادي تاكتيفي هنا. ها تاكتيفي غادي يبقى يجيك هنا الفوق، يجيك واحد اللي يكون هنايا ديال لوكاليزاسيون. هذه مساله اختياريه عذرا على الاطاله في لوكاليزاسيون، لان هي اهم حاجه في استهلاك البطاريه. اهم حاجه هي لاباتري. اذا نتمنى نكون حط بها هذه المساله ديال لاباتري. هادو نرجع لهم من بعد، هادو من بعد ونرجع لهم ان شاء الله. مشيت مباشره هنا دياغنوستيك ايتيليزاسيون، بما انني انا مديزاكتيفيها. شوفوا الان هذه لا اكتيفيتها، عاود عندك هذا الاختيار واش اونفوي اوتوماتيكمون ولا نو باز اونفوي. انا بالنسبه لي ما مفعلاش كاع، لان اصلا انا دوني دو ديا اونيتيل. علاش اونيتيل؟ لان انا مديزاكتيفي هذه المساله، ماشي هنا اللي بغيت هو بيبليسيتي اللي كنت في احد الدروس على السكايب شي اخ سالني عليها. ها هي بلاصتها وعندها علاقه حتى هي باستهلاك الباتري، هذه بيبليسيتي. هذه فيها واحد الخاصيه عندها علاقه، هذو يعني الاعماق ديال كيفيه الحفاظ على الباتري. هذه خص تاكتيفي، وهاد سويفي بيبليسيتير ليميتي. هي انت البيبليسيتي مفروضة عليك في الايفون، اللهم تكون ليميتي، ولا الا ديزاكتيفيت هذه تكون اي ليميتي. لا سويفي ديال الايفون لي بيبليسيتي من خلال دخولك للانترنت تكون اي ليميتي. اللهم دير لها اكتيفي باش تكون ليميتي. ومن الاحسن مرات تري انيسياليزي لي دونتيفيون دو بيبليسيتي. نديرو له هكذا، ها هو. نعم، كل لي بيبليسيتي اللي تمت من قبل تولي ازيرو، ما يبقاش عندك البقايا ديالها. وبغيت تقرا عليها المزيد تدخل هنا في هذا لو ليير اللي تحت. اذا بالنسبه للباتري، امور اخرى ايضا كتحكم فيه، هذه بديهيه. انا اثرت باش نبدا بالامور اللي ربما تكون خفيه على مجموعه من الاخوه ويعرفوها اخوه اخرون بحالي ولا اكثر مني. الويفي عنده حصه الاسد من الباتري، اذا تخدمه عند الحاجه، ماشي تخدمه وتخليه خدام دائما. البلوتوث حتى هو كذلك، راه نو بلا ما ندخل هذه الامور لان فيها غير وي او نو. الريزو سيلولير هو ايضا
عادة إذا كنت في منطقة فيها التغطية مزيانة ولا متوسطة وما محتاج لا كونيكسيون 3G خصو يكون بهذا الوضع اللي كتشوفوه الآن، يكون ديزاكتيفي. هذا الاختيار الأول. الاختيار الثاني هو تأكتيفيه عند الحاجة. شنو هي هذه الحاجة؟ إذا كان الريزو ضعيف بزاف من تأكتيفيه كي تأميليورا لا ريسبسيون ديال السينيال ديال الريزو. الاحتمال الثالث هو احتياجك لل3G ولا ال4G بالنسبة للبلايص اللي فيهم ال4G، الدول اللي فيها ال4G. هنا واحد الملاحظة بالنسبة هاد الأيقونة ديال اكتيفي دوني سيلولير كاينة كاع في لي زايفون. بالنسبة فين كاين الخلاف ما بين 5S، اعتقد 5 و 5S الفوق ولي فيرسيون بريسيدونت بحال الكات اس ولا الكات، بالنسبه لهاد ليو سويت الكات اس، مال الكات ما يتحملش لحد الساعه ما راهش يتحمل ليو سويت. بالنسبه للكات اس ما غاديش تلقى هاد اكتيفي لا ال تي او، غادي تلقى اكتيفي لا 3G. علاش؟ لانه فيه غير 3G. هنا علاش كاين اكتيفي لا ال تي او؟ لان دابا هاد لا ال تي او هما كان في امكانهم يديروا 3G 4G، دابا كاين حتى 5G في بعض الدول. هنا داروا ال LTE، يعني الخاصيه اللي تشغل ال 4G وغيرها من الخصائص. دابا كاين 4G بلس في بعض الدول الاوروبيه وكاين 5G في الصين وبعض الدول الاخرى. هاد ال LTE مفهوم عام يشمل كاع التكنولوجيات ما بعد ال 3G. اذا هنا يشمل حتى ال 3G بصح، لان دوني سيلولير كاين دقه. الا بغيت انا غير نحسن اداء الشبكه وما بغيتش الكونيكسيون انترنت، ناكتيفي هذه الفوقانيه دوني سيلولير ونديزاكتيفي لا ال تي او. او الا كنت في ايفون 4 اس نديزاكتيفي 3G. الا كنت محتاج حتى الانترنت غادي ناكتيفي هنا لا ال تي او ولا ناكتيفي 3G الا كنت في ايفون 4 اس. واخا هاو ما كينبهونا كيقولوا لنا هاد لايل تو راه تستهلك، راه تساهم في جوده الخدمات ولكن تستهلك الباتري. كاين هنا بعض المرات كيوقع نوعا ما البلونطاسيون ديال فويس اوفر في اليو سويت. طبعا ننتظروا شوية ونديروا انيلي. إذن اني مديزاكتيفيها هاد دوني اليترونجي في حالة ما إلا كنت مأكتيفي 3G ولا 4G ولا ال تي او، 3G ولا ال تي او وكنت خارج البلد ديالي، من الأحسن ديرها ديزاكتيفي. علاش؟ باش ما تجينيش لي دوني اللي في ديك الشبكة اللي أنا ماشي أصلا أبوني فيها، أنا راني تما غير عابر غادي باغي نستافد. بالنسبه ليها باغي نستافد غير من المكالمات ومن الانترنت، ما بغيش نستافد من الباراميتراج ديالهم. في بعض الدول عندهم مجموعه من الامور يدخلوها في الباراميتراج ديال لوبيراتور، انا ما بغيتهاش. وبالنسبه ليا انا هنا في بلادي ناكتيفيها. ايوه ريزو دو دوني سيلولير، هذه مجموعة إعدادات فقط ما عندهاش علاقة بالباتري، ربما رجعوا لها من بعد. واخا واش انتهى إعداد، انتهت الإعدادات المتعلقة بالباتري في هذا الريزو؟ لا، نفس الشيء اللي كاين في اللوكاليزاسيون كاين هنا نفس الشيء. إما نوقف اللوكاليزاسيون في اللوكاليزاسيون، هنا عاود نوقف كاع دوني سيلولير، نوقف هاد 3G ولا ال تي او، هذا اختيار. ولا ها انتم دابا منين نوقف، شوفوا الوضع اللي كاين هنا في لي زابليكاسيون، كلهم استومبي بمعنى كلهم نون ديسبونيبل، ما نقدر لا ناكتيفي فيهم ولا نديزاكتيفي. هذا اختيار، الا ما محتاجش كاع 3G غادي ندير هكذا، ولكن انا محتاج 3G بصح باش احسن المحافظه على ذاك الرصيد اللي كيعطوني ديال 3G. ريزو سيلير، ريزو سيلير، ريزو سيلير بلوتوث، نو بوتون، ريزو سيلير،
باش نحسن المحافظه عليه الى اكتيفيتها، نحدد انا شكون نسمح له باستعمال الريزو ديال 3 جي ديالي وشكون لا. يعجبني وقوع بعض المشاكل اثناء اعداد هذه الحصص. الان منين خرجت من 3 جي وبغيت ندخل لها، شنو كيقول لي؟ خرجت من الريزو سيلولير بغيت ندخل له باش ندير الوضع الافتراضي الثاني اللي هو انني ناكتيفي 3 جي ونسمح لي زابليكاسيون البعض لي زابليكاسيون باستعماله والبعض ما نسمحلوش، ما مكنيش. علاش؟ عرفتوا علاش ما مكنيش؟ لانني مشغل الخاصيه ديال نو با ديال مود افيون، وهاد مود افيون علاش انا مشغلها؟ لان بعض الامور مترابطه، وانا نفضل اي حاجه تجي في معرض الحديث نفيد بها اخوتي الكرام. هاد نو با ديرونجي مشغلها باش ما يقطعش عليا شي واحد هاد الحصه بشي مكالمه، لان غادي يديرونجيني ويديرونجيكم. ولكن بار كونسيكونس ما تخلينيش ندخل هنا، لان ماشي منطق نوبا هذا مود افيون ما تحتاجش، يعني الا شغلته ما تمكنش من اجراء المكالمات ولا تشغيل 3 جي ولا ارسال الرسائل. لهذا غادي مؤقتا غادي ديزاكتيفيها. انتم لاحظتوا مجرد ما ديزاكتيفيتو ها هو اعطاني ندخل 3 جي. اذا نخليو مود افيون دابا ديزاكتيفي وندخلوا 3 جي ونمشيو للوضع اللي بغيتكم تطالعوا عليه. اوتيليزي لي دوني سيلولير بور ايوا. هنا بزاف ديال الاخوان يغفلوا على هذه القضيه. شوفوا مثلا انا بالنسبه لي لما نعطي الاذن اعطي الاب ستور، ها هما لي زابليكاسيون، هذه ما عطيهاش. اذا هنا غتلقى لائحه من التطبيقات اللي باغيه انت يستعمل لي دوني سيلولير ديالك وبما فيهم 3 جي ولا 4 جي اكتيفيه، واللي ما باغيهش ديزاكتيفيه. اما الا خليت كل شيء لي زابليكاسيون يستعملوا لي دوني سيلولير ديالك، غادي داك الرصيد اللي غادي يعطيه لك الاوبيراتور ديالك غادي ينتهي بسرعه. لان انت دابا واخا انت مثلا غادي تقول لي انا حتى نحل مثلا سكايب عادي يستعمل لي دوني سيلولير ديالي، لا هو يقدر يستعمل في عدة امور منها لاكتياليزاسيون اون اريير بلون منها. لهذا احسن استعمال الباتري، وهنا في هذه الحاله كيشترك مع حتى لا كونيكسيون 3 جي ديالك. احسن محافظه على الاثنين معا هو تحدد بالضبط شكون تسمح له يستعمل لي دوني سيلولير ديالك. والدليل على هذه الهضره اللي كنقول هنا كيافيشي لك واش اكتيفي ولا لا، ويأكتيفي ويافيشي لك حتى شحال استعمل من الكونيكسيون ديالك. مثلا هنا هانتم اهو قال لي راه استعمل حوالي 700 كيلو اوكتي. هذا كل واحد كيقول لك ها شحال استعمل. كل وحده تقول لك ها شحال استعملت. اذا لك الاختيار حسب حاجتك. طبعا ركزت على الاعدادات المتعلقه بالباتري اليوم بزاف نظرا لاهميتها. هاد الاستعمالات في اي لحظه تقدر ترينيسياليزيها باش ما تبقاش هاد كل ابليكاسيون وحدها الرقم ديالها. غادي دير رينيسياليزي الاحصائيات ديال الاستعمال. هاو دابا ما بقاش يقول لي اي ابليكاسيون شحال استعملت. اذا الخطوه الاولى هو رينيسياليزي هاد لي ستاتستيك، ونجي هنا نقرر شكون نعطيه وشكون ما نعطيهش الحق في استعمال الشبكه ديال الريزو سيلولير ديالي. اذا دون ان اطيل اكثر من هذا، كنت اود ان اتناول مجموعه من الاعدادات الاخرى، ولكن اترك ذلك للجزء الموالي ان شاء الله من هذه الحصه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.